برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. زي ما نويت النهاردة في بداية الحلقة اننا هنتكلم عن الهوس والحلم اللي بقى عند كل الشباب وفكرة البادي بيلدينج. كل واحد بقى عايز زي ما كانوا زمان يقولوا ايه فورمة الساحل. الحكاية دلوقتي مش متوقفة ولا على الساحل ولا على المصايف، لكن بقى فعلا الشباب عندهم هوس ازاي ممكن عضلاتهم بقى تتضخم كده بسرعة جدا والاقي نفسي شكلي وفورمة. وطبعا يعني بيج رامي دلوقتي بقى حلم كل الشباب، ازاي ممكن اوصل لشكل زي ده او قريب من ده. ناس كتير قوي ما عندهاش ضمير وما عندهاش اخلاق وكل اللي انتوا عاوزين تقولوه بيستغلوا بقى احلام الشباب، والشباب بتقع فريسه لده. دخلوا بقى كل مراكز اللياقه البدنيه واي جيم ابتدت تتباع الهرمونات والمنشطات اللي بقوا بياخدوها الشباب. ومؤخرا بقينا بنسمع عن حالات وفاه كتير من الشباب نبقاش عارفين سببها. يقول لك ده كان لسه راجع من الجيم، هو نزل الجيم كان زي الفل، تكتشف بعد كده انه كان بياخد من الهرمونات او الحقن او المنشطات اللي بتعمل تضخيم للعضلات. ازاي ممكن تحقق حلمك من غير ما تضيع نفسك وتضيع حياتك ولا تاخد الحاجات دي، وتستوعب كده وتبقى عارف ان في ناس بتديك سم عشان تقتلك. ازاي ممكن عن طريق اكلك عن طريق تمارينك تحقق المعادله دي؟ تعالوا النهارده نتكلم اكتر، وحابين انكم تشاركونا. لو في حد عنده تجربه يقدر يتواصل معنا من خلال ارقام البرنامج. بيسعدنا وجود دكتور ماري عوض الله خبيره التغذيه العلاجيه وتغذيه الرياضيين. اهلا بيك يا دكتور منور. اهلا بيك يا دكتوره منورانا. اهلا بيك. طبعا بنسمع عن يعني حوادث مؤسفه جدا في هذا الاطار، يعني حتى في البطوله اللي كان فيها نجمنا المصري بيج رامي توفى بيترسون ف 37 سنه، وتوفى قبل البطوله يمكن بيومين. يعني لازال يعني السبب مش معروف، لكن واضح جدا او معظم الناس راحت لاسباب نتيجه منشطات زياده، هرمونات زياده، امور يعني خاصه باللعبه نفسها بزياده. هل ممكن واحد يعمل كتله عضليه من غير ما ياخد العلب الكبيره دي ولا لا؟ لا طبعا. هو الاول بس نتكلم ان في دلوقتي علم اسمه تغذيه الرياضيين. ده العلم الخاص في جزء التغذيه اللي بيهتم بتطوير وتحسين الاداء الرياضي لاي رياضي. طبعا هدفه بناء عضلات، هدفه احافظ على عضلاتي الموجوده، ان انا اقلل الارهاق اثناء التمرين فاتمرن افضل فادائي يتطور ويتحسن. كل ده عن طريق الاكل والغذاء الصحي. مهم قوي لاي رياضي عشان يوصل للتارجت بتاعه، سواء كان التارجت بتاعه عضلات او احتراف او ان هو يتحسن، ان هو يبقى عنده ثلاث محاور: تدريب جيد ومستمر، تغذيه مع اخصائي فاهم، وراحه وريكفري العضلات والجسم. فالتغذيه الرياضيه وعلم التغذيه هو اللي يوصل للرياضي للتارجت اللي هو عايزه بطريقه صحيه وطبيعيه. فدي بالنسبه لكده. مهم قوي ان اي رياضي يبقى عارف هو محتاج ايه. احنا بنقسم احتياجه لماكرو وميكرو، يعني مغذيات اساسيه ومغذيات دقيقه. بيحتاج زي اي انسان طبيعي بروتين، بروتين ده وحده بناء العضلات. فدلوقتي الجيمات بتقعد تقول لك خد بروتين باودر وخد هرمونات. لا صحيح. انت لو اخذت بروتين طبيعي وموجود في البقوليات في اللحمه، هي بس البروتين الطبيعي ده مش هيعمل معايا تضخيم عضلات زي ما انا محتاج. يعني هما بيبقى محتاج ان هو يعمل تضخيم عضله، فالبروتين اللي في اللحمه والفول والبقوليات يعني واللحوم مش هيعمل ده. فعلشان كده بيلجأوا بقى لحاجات خطر وهي الهرمونات والاسترويدز. فبتروح اي جيم يقول لك في مكملات بيسموها مكملات غذائيه. صحيح. بس طبعا المكملات الغذائيه الحقيقيه دي فيتامينز، ودي ممكن بتحتاجها في حاله لو احتياجك كان اكتر من اخذك لاكلك وحاجه طبيعيه، بس دي لازم تبقى تحت اشراف طبي. لكن الهرمونز والاسترويد والحاجات اللي بيحقنوها علشان البايت تبقى كده، او الشيست او البيج رامي او فورمه الساحل، دي طبعا حاجات مدمره وتؤدي الوفاه. وطبعا خطر جدا انها تتاخد وبتدي نتيجه مؤقته. انت مجرد ما بتبطلها بيحصل ان العضلات كلها بتنزل وتلاقي جسمك فضي كده. هي الواحد ممكن يعمل العضلات المتضخمه دي من غير ما ياخد الكلام ده؟ يعني طبعًا. انا باكل البروتين بتاعي من الاكل زي ما حضرتك قلتي وبنظام تمام. سليم تمام. وبروح اتمرن، ممكن الحاجتين دول لوحدهم من غير ما اخد اي مكملات يعملوا لي الشكل اللي انا بحلم بالظبط؟ بس انت مش بتاخدي البروتين زي اللي بيحتاجه الانسان العادي. امال بناخد ايه؟ الرياضي بيبقى ليه استهلاكات اعلى. فبنزود له نسب البروتين حسب احتياجه، حسب نوع الرياضه وشده التمرين.
تمرينه، بيبدأ ياخد نشويات بشكل معين، بيبدأ يتمرن تمارين جامدة بتحتاج وقت وشدة قوية، لكن اللي بيلجأ للحاجات دي بيبقى عايز يعمل شكل وفورمة بدون ما يعمل مجهود. يعني إنجاز التعبير يا دكتورة هو عايز يعمل نفخ للعضلة، يعني نفخ شكل لكن حتى كقوة بدنية مش بتبقى موجودة يعني. لا لا، هو يبقى شكله كده عامل كده وبتاع، حتى اسمها فورمة الساحل. أيوة، ما اسمهاش رياضي ولا اسمها فورمة. انت دلوقتي لما تشوف رياضي عالمي شكله وتشوف فورمة الساحل، بيبقى فيه فرق في تقسيمة العضلات، وبيبقى فيه فرق في الأداء، في فرق في الصحة. لا دي فورمة، حتى يعني اسمها فورمة. محمد صلاح نجمنا المصري عنده عضلات قوية جدا، العالم كله بيتكلم عليها، لكن مش منفوخ بالظبط، يعني ما بشوفوش عامل كده في هو أعضاء، يعني عنده نسب دهون يقال ان هي لا تتعدى 7% في جسمه، لكن مش منفوخ بقى، بياخد بروتينات وبياخد. حتى لو بياخد الحاجات دي ما بياخدش الهرمونز والحاجات الغير مسموحة دوليا. دي لو انت رحت اي رياضة، اي منتخب او اي مكان عمل لك تحليل، انت بتتحرم، زي ما كان في منتخبات كامله منعت من اللعب. ففي فرق بين الحاجات المسموحه وفي فرق بين الحاجات الغير مسموحه. وعايزه اقول ان لا الجيم ولا الكابتن لا المكان ولا الشخص اللي مسموح له يعمل وصفات طبيه اخدها في جسمي. ده بتتباع يا فندم في الجيم، يعني هو بتتباع في محلات للسبلمنتس الرياضيين بلا اي رقابه. الكابتن يقول له بص انا عايزك تاخد علبه من ده وعلبه من ده واستناني شهرين وهتبقى زي الفل. بالظبط. هي طبعا الحاجات ايه خطورتهم؟ يعني دلوقتي النهارده اللي لسه كان بيفكر او اللي لسه مبتدي بياخد الحاجات دي من فتره قريبه، وعايزين نقول له خطوره الحاجات دي، يعني النتيجه لا قدر الله بتوصل للوفاه. لكن ايه يعني الحاجات دي بتلعب على الجسم في ايه؟ الهرمونات دي حاجة موجودة في جسمنا طبيعي، بتفرز من الغدد. فهي ربنا خلقها في جسمنا طبيعية وموجودة، أي زيادة أو نقص فيها بيعمل خلل ومشاكل صحية. فأنا لما باخد هرمونات من بره، جسمي بيوقف إنتاج الهرمونات الطبيعية، وبتبدأ النسب الطبيعية اللي ربنا خلقها توازن كل جسمي حسب احتياجي ونوعي في ميل أو ميل وحجمي تختل. فأول ما جسمي بياخد حاجة من بره، وقف الإنتاج الطبيعي، ونبدأ بقى في مشاكل فظيعة تبدأ من تساقط الشعر وتنتهي بالوفاة. فالمشاكل والمخاطر تساقط شعر، ضعف مناعة، عنف مبالغ فيه. أنت بتلاقي كان في فيديو قبل كده نازل عن رياضيين عالميين قتلوا أسرهم، والناس مستغربة جدا إن إزاي رياضي وبيفقد السيطرة عن أعصابه. ده بسبب الهرمونز والاسترويد، بتعمل عنف رهيب، بتعمل تليف في الكبد، سرطانات زي البروستيت، بتعمل فشل في عضلة القلب، وده يؤدي للوفاة. زي ما حصل حضرتك قلت ان في ناس كتير يقول لك اصل هو رياضي وكان راجع من الجيم حصل له هبوط ومات. هي بيحصل ان عضلة القلب بتفشل تماما. انا شفت فيديو، انا الصراحة ضايقني جدا، يعني فيديو لشاب رياضي اعتقد في محافظة يعني خارج القاهرة، هو راجع من الجيم وبعدين الكاميرا جايباه وهو في مدخل العمارة عنده، حاول يطلع السلم معرفش، قعد يعمل كده 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 وبعدين اتقلب ومات. طبعا. فاللي انا عايز اساله من ورا ده كله، ازاي انا ابقى فاهم وانا رايح ايه المجهود اللي اقدر ابذله؟ ايه الاكل، بما ان حضرتك يعني متخصصه واستاذتنا في هذا المجال التغذيه، ايه الاكل اللي ممكن اكله قبل الرياضه وبقد ايه؟ والاكل اللي اكله بعد الرياضه وبقد ايه؟ الاول انا عايز اقول وانا رايح الجيم اعرف هدفي. انا رايح الجيم اتمرن ومارس رياضه لصحه افضل. صحيح. وزي ما قلت الجيم لا المكان ولا الكابتن هو الشخص المؤهل او المكان المؤهل عشان اخد منه اي وصفات طبيه. الفكره ان الرياضي عايز يبقى فورمه وعايز يبقى شكل، هيوصل بالاكل الطبيعي وبالتمرين القوي وبالراحه. بالنسبه للاكل اي رياضي بنقسم له يومه لخمس وجبات. بيبقى مهم جدا وقبل التمرين ياخد وجبه من ساعتين لثلاث ساعات تحتوي على بروتين وعلى نشويات. بروتين طبعا زي سمك، لحمه، فراخ، ممكن بقوليات، تونه، كل منتجات البروتين، مكرونات للنشويات، رز بني، شوفان، شعير، بطاطا، بطاطس، كل دي نشويات مصدر للطاقه للرياضي. وناخد دهون صحيه، ناخد زيت زيتون، ناخد افوكادو، ناخد مكسرات، ولازم نشرب ميه كويس جدا او اي عصاير فريش أثناء الرياضة التمرين وأثناء التمرين ثلاثة. وأثناء التمرين لازم إزازة المية تبقى موجودة. أثناء التمرين لازم أشرب كل 20 دقيقة من 150 ل 350 ملي مية، أو بعمل مشروب رياضي صحي.
انا ما بحبش المشروبات الرياضيه اللي بتتباع في المحلات دي، احنا ممكن نعمله في البيت. نعمل ايه بقى في البيت؟ نجيب عصير 2 برتقانه على لتر ميه، وبنجيب نص معلقه ملح، علشان انا لما بعمل رياضه بعرق وجسمي بيفقد سوائل عاليه جدا، الملح ده بيمنع كده. بجيب نص معلقه عسل او معلقه عسل، وبحطه في ازازه للرياضي واقول له اثناء التمرين كل ساعة اشرب مثلا من نص لتر للتر الا ربع، كل 15 دقيقة خد. ده هو اصلا التمرين المفروض لا يتعدى من 40 لساعة. لا دلوقتي حضرتك التمارين بتبقى ساعتين، وفي اطفال بياخدوا وحدتين وثلاثة في اليوم، والموضوع بقى هوس عند الاهالي. لازم ناكد يا دكتورة، واحنا بنتكلم على موضوع الجيم، ان الوقت الكتير ده اكيد فيه خطورة يعني. طبعا هو الوقت الكتير مسموح به، لكن شدة التمرين طول الوقت عاملة ايه؟ ما انا ممكن التسخين ممكن يبقى شده التمرين، ممكن بعد كده لازم اريح العضلات. يعني هل التمرين متقسم صح ولا انا رايح عمال اعمل وقت التسخين قد ايه، وقت اللعب قد ايه، وقت الراحه قد ايه؟ هو كابتن محترف يبقى مثلا لازم اسخن عضلتي عشان ما تصابش، لازم شده التمرين ما تزيدش عن نص ساعه مثلا، لازم بعد ما اطلع بالتوم بتاع العضلات اعمل لها ريكفري وراحه. فمهم قوي ابقى مع حد فاهم وكابتن متخصص، وما قلتش حد، لان ممكن التمرينه اللي ماشيه مع فلان ما تمشيش معايا، لازم كابتن متخصص هو اللي يشرف على الكلام. كتير بقى من مراكز اللياقه البدنيه او الجيمات اللي موجوده دلوقتي يعني ما بيبقاش كل اللي بيتمرن مع حد، يعني بيبقى عدد كبير، كل جهاز او لعبه في منها اكتر من واحد، اثنين وثلاثه واربعه عليها، مفيش المتابعه لده الا لو حاجه يعني الواحد اتزنق في حاجه بيسال فيها. فانا بقضي الساعه ولا الساعه ونص ولا الساعتين، كل واحد بيلعب لوحده ويمشي. هو بقى اتمرن صح؟ التمرينه دي تناسبه ولا ما تناسبهوش؟ احتياجاته زي ما حضرتك بتقولي، يعني ابقى رايح عارف انا محتاجه اتمرن عشان ايه؟ هعمل ايه؟ فبرضه يعني لو دي بنعتبرها نصيحه برضه من حضرتك النهارده للي بيتمرنوا بس مش الرياضيين. لازم يبقى معاك يعني العادي، حد بيتمرن للصحه. لا، اللي بيتمرن للصحه ده ليه يلعب ماشينز كتير؟ هو بيلعب كاردو، بيمشي على المشايه، بيلعب حاجات معينه، لكن انا بتكلم على الحد اللي عايز يعمل عايز يعمل ماسلز. اللي عايز يعمل ماسلز ده لازم تحت اشراف رياضي وطبي. وثلاث محاور: تدريب مستمر وجيد، تغذيه، ريكفري العضلات. ريكفر العضلات اللي هي الراحة. لكن حضرتك قلت لنا ناكل ايه قبل ما نروح الجيم؟ قبلها بساعتين ثلاثة، من ساعتين لثلاثة، بعد ما أرجع. انا لو رحت مليان هرجع. طبعا بعد ما رجعت من التمرين اكل على طول ولا استنى وقت واكل ايه؟ احنا زي ما قلنا هناخد المشروب الرياضي، او اللي مش عايز مشروب رياضي مية اثناء التمرين. اثناء التمرين مهمة جدا جدا، لانها بتقلل الارهاق. بتلاقي الرياضي بيشتكي انه عنده ارهاق، مش قادر يكمل التمرين، مجهد جدا بعد التمرين، او بيقول لك عضلاتي كلها وجعاني، هو بيقولها ملكتكه، تحس ان حطيت ايدك كده تلاقيه كانك حجر جسمه كله كده. كل ده بسبب قله شرب الميه اثناء التمرين. بعد التمرين من نص ساعه لساعه لازم اخد وجبه فيها كربوهيدرات وبروتين، لان عضلاتي بيحصل لها انها بتبقى زي ارهقت أو أو, او 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 تعبت من التمرين، فده بيعمل لها ريكفري، بيمنع الاصابات، وبيساعد على الحفاظ على العضلات وبناء عضلات جديده. ولازم بعد التمرين اشرب ميه كتير جدا جدا برضه. طب هل ينفع الوصفات اللي بيعملوها الساده الاطباء، مثلا واحد عايز يصوم صوم متقطع او حاجه كده، وفي نفس الوقت واحد بيلعب في الجيم وبيلعب رياضه عنيفه زي الجيم وبيلعب على اجهزه كبيره، ده ينفع مع ده؟ صوم متقطع بس نفطر قبل التمرين بساعتين لثلاثه برضه. انت ممكن هتتمرن 10 الصبح، يبقى اقول لك اخر وجبه تاخدها 7 بالليل، وتفطر تاني الساعه 7 الصبح. اصومك كده 12 ساعه تشرب فيها ميه، عشان انظمه الدايت للي عايز يخس، بس في نفس الوقت يعني لازم احافظ أكل على الاكل قبل وبعد واثناء التمرين. ما ينفعش ابقى صايم 10 ساعات وادخل اروح الجيم وبعدين اكمل صوم كمان. ده بيعمل تآكل في العضلات. تآكل في العضلات بالظبط. ده بيدمر جدا صحة الرياضي. ده بيستخدم في حالة لو انت عايز تخس بس مش بتدخل جيم، ممكن نقول لك امشي او اجري. يعني ممكن نقول لك قبل ما تفطر اتمشى نص ساعة. لكن انا ادخلك جيم واجهزة وماشين واشغل العضلات، ده بيؤدي الى تدمير العضلات. اللي بيمنع حاجات معينة يا دكتور في نظام الدايت، يعني يستمنع السكريات تماما، النشويات تماما، عشان خاطر انها تخس بسرعة. يعني طبعا انا نفسي هتكلم مع حضرتك بقى على اللي هو احنا بنعود من الصغر الاطفال ان يبقى عندهم لايف ستايل، بس فكرة المنع دي يعني ايه؟ ايه النسب الكويسة اللي المفروض تبقى في جسمي؟ يعني انا صحيا لازم يبقى عندي نسبة فات في جسمي طبعا. ما يبقاش ما فيش خالص يعني، اكيد ده خطر. كل رياضة كمان ليها نسبة،
يعني لاعب الكرة غير السباح غير لاعب كمال الأجسام، يعني كل رياضة لها نسبة دهون معينة لازم تبقى موجودة في جسمه. بالنسبة أن أنا أمنع خالص ده، هفضل مانع لإمتى؟ مدى الحياة؟ هرجع أكل هعمل خلل في جسمي، لكن أكل بشكل معين. يعني معروف دلوقتي أن ثبت علميا أن سبب زيادة الوزن هي السكريات والنشويات، زمان كانوا بيقولوا الدهون. فأنا دي لازم أخدها تحت إشراف طبي. أنا ليا سعراتي متقسمة 60% مثلا كربوهيدرات، من 15 ل 20 بروتين، من 15 ل 20 أو 30 دهون صحية. تمام. فلا طول ما أنا باخد في النسبة المسموحة لجسمي ما بيحصلش أوفر ويت، بقلل لما باجي أرجع لها بتعمل نتيجة عكسية. استأذنك، معانا كابتن نادر من القاهرة، أهلا بك يا كابتن. صباح الخير. صباح الفل، أهلا بحضرتك. هتسمع معايا؟ يا كابتن نادر اتفضل، استاذنك كتف التلفزيون او ما تسمعناش من التلفزيون. حاضر يا بندر، ربنا يخليك. اتفضل. عايز اقول حاجه لحضرتك. الدكتوره بتتكلم صح. تمام. الدكتوره لما لعبت في عسكان كابتن نادر الدوليين. اهلا وسهلا يا كابتن. لما بتتكلم صح. وانا بقول الحاجات دي البروتين ده بتاع غلط. طبعا. يعني يا كابتن حضرتك بتروح الجيم لكن ما بتاخدش اي مكملات؟ يا فندم انا بطل دولي، جيلي بطل حديد دلوقتي مدرب. انا مدرب كبير. اهلا وسهلا. دولي. اهلا بحضرتك يا كابتن. الدكتور بيتكلم صح. ما تديش اللاعب البروتين غير كابتن معاه. كابتن مسؤول عنه. تمام. ولازم يعرف كده ان ده حاجات غلط. ايوه. كابتن البروتين بيدي يعني وقت كبير. ممكن يا كابتن نقعد وقت قد ايه داخل الجيم؟ يعني ايه الوقت المسموح لي للعب؟ لا بروح عادي زيارات يعني. انا مدرب كبير. انا بدي نصيحه بس. انا ما عنديش مع حضرتك. شكرا شكرا ليك يا كابتن. بلاش البروتين اللي هو الغلط ده، ده غلط للاعب بتاعنا. طبعا انا وده اللي اكدت عليه الدكتور استاذ نادر. انا اتمرنت 40 سنه حديد، شمت ما خدتش بسامه والله. ربنا يديك الصحه يا كابتن نادر، بشكرك جدا، اشكرك جدا. شكرا ليك. هو بياكد على كلام حضرتك فكره انه بلاش الحاجات دي وتقدر تحقق الشيب اللي انت نفسك فيه. الرياضه بس محتاج وقت ومجهود. هي بس الشباب ما عندهمش وقت. انا عايزه ابدا معاك بقى من بدايه الرحله، وان الواحد يكون عنده اصلا لايف ستايل، وده صعب نسيطر عليه، خصوصا بقى ايقاع الحياه سريع، معظم الوقت بيبقى بره، اطفالنا كمان يعني ده دلوقتي في درس النهارده، في تمرين النهارده، عندهم مش عارف ايه، فبنستسهل فكره الفاست فود او انه بحبه وما بحبش، يعني عشان الام تخلص من الزن بتاع الولاد فبتجيب اي حاجه. بطاطس المحمره ماشي، البرجرات، الحاجات الفاست فود دي بالظبط. انا زي ممكن اعمل بقى المعادله دي، يبقى عندهم لايف ستايل وده يساعدهم بكره لما يكبروا يبقوا رياضيين وعاوزين يعملوا، فمش هيتعبوا في انهم يحققوا. اعمل ايه؟ هي الفكره المسؤول الاول البيت للطفل، يعني زي ما حضرتك قلتي الامهات بتستسهل. هو الفكره ان انا لازم ادخل لاولادي ثقافه اكل الخضار، ثقافه اكل السلطه، مش لازم بالطريقه التقليديه، ممكن احاول ابتكر، احاول احط مثلا افكار جديده. ودلوقتي بقى الطبخ بقى فيه طفره رهيبه يعني، وبيعملوا الحاجه ب 6000 وصفه يعني. صحيح. فهي مهمه قوي ان انا الصبح احط لاولادي سلطه، او احط خيار، جزر لو انا ما عنديش وقت، خس واقطعه لهم بسرعه كده جنب ال هو ياخدوه معاهم مثلا المدرسه. مهمه قوي ان انا اغير ثقافه الفينو. يعني طب ياخدوا ايه بقى؟ احاول شويه اديهم بلدي، البراون توست يعني. يعني لازم انا اغير كل ده، ما استسهلش. لازم يعني ممكن ادي ولادي عيش بلدي وهم رايحين مدرسه. انا ولادي، انا معايا ثلاث ولاد بياخدوا الثلاثه عيش بلدي. هيقول لك شكلنا ايه؟ شكلنا ايه قدام اصحابنا في المدرسه؟ مش بيحبوا الفينو. وبعدين ليه؟ ان كل اصحابهم يعني بسببهم بداوا يجيبوا عيش بلدي. البراون توست برده ممكن بيعملوه بطرق كتير، ويحطوا اثنين فوق بعض بقى شكله حلو، وفي نفس الوقت مش مؤذي. بقى في براون فينو والدايت، الحاجات الدايت الفينو. أيوة دلوقتي. بقى في كل الاحجام. فانا طبعا هي طعمها مش حلو زي الفينو، وبالتيست بتاعها مش بنفس الكواليتي. لكن انا لو واحده واحده بدات اعودهم وافهمهم ان ده افضل لصحتهم، هم هيبداوا يحبوه. ابدا اتاكد ان ولادي بيشربوا ميه كويس، الميه دي اساسيه جدا للحرق وللاكسجين وبتقلل الارهاق. المهم قوي ان انا اتابع ان الفلاسكه بتاعته رجعت من المدرسه مليانه، فابدا اشجعه. طب هو مش عايز يشرب ميه، ممكن اعمل له عصير فريش.
بيعوض ده يا دكتور؟ يعني لو واحد انا مش قادره اشرب ميه بس شربتها عصير فريش تعوض نسبه الميه اللي انا او لبن لايت، اللبن الربع ده لايت اديه له في المدرسه، ما ادوش بقى الميكسات والحاجات الشوجري الهاي شوجري دي اصلا بتعمل خمول وبتعمل ارهاق، ما بتديش باور زي احنا بنقول الشوكولاته تخليهم بقى مصحصحين وتديهم طاقه الصبح بتهايبرهم بتهايبرهم بس بتدي كالوريز عاليه جدا ملهاش بتعلي الانسولين فالواحد بيبقى عنده كامل شويه وهايبر الطفل تلاقيه هايبر وبدا عشان الكافيين اللي فيها. طيب نشوف مريم معانا. صباح الفل يا مريم. صباح الخير دكتوره هبه، عامله ايه؟ الحمد لله اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ اسحاق. اهلا بيكي. صباح الفل. صباح الخير. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اتفضلي يا مريم. معلش انا عندي سؤال للدكتور بعد اذنكم. اتفضلي. اتفضلي. انا معايا ابني اولى تربيه رياضيه، اولى كليه تربيه رياضيه. هو الحقيقه في ثانويه عامه كان زي ما حضرتك بتقول كده موضوع الشباب والكلام ده كله، فعايز يعمل فورمه برضه طبعا. نزل الجيم، احنا ما اعترضناش كاسره ان هو ينزل الجيم، بس احنا معترضين على ان يعني في الجيم بيقولوا له ياخد كرياتين وبروتين والكلام ده كله. فاحنا كاسره رافضين، وهو في يعني ايه الأسرة في تضاد بين الولد وبين الأسرة، هو عايز ياخد كرياتين زي أصحابه وزي ما بيقولوا له في الجيم، إحنا خايفين عليه من أي أضرار، هو ولدنا الوحيد. بس يا مريم إنه بيجي يقول يعني هو كان ممكن مثلا بياخد الحاجات دي ويشتريها وياخد من غير ما يقول، وأنتوا تلاحظوا عليه بقى الآثار التغيير في سواء في صحته أو في شكله، بس هو بيجي يقول لكم مش كده؟ يعني واضح إنه بيجي أنا عاوز إيه؟ لا هو ما بيخبيش علينا حاجه. طب ما هي دي نقطه كويسه. يعني لازم ياخد راينا الاول. بصي يعني اعتقد انت دلوقتي لو ركزتي ودكتور ممكن تكرر المخاطر اللي ممكن هو يعاني منها او تحصل له بسبب الحاجات دي، الهرمونات او الحاجات اللي ياخدها في الجيم، وانت قوليها له، ممكن بقى ترجعي تسمعيه الكلام بتاع الدكتوره، ممكن انت تاخديه كمان لخبير تغذيه رياضيه يسمع الكلام ده بنفسه ويشوف ازاي يحقق المعادله من غير ما ياخد الكلام ده. عينينا يا مدام مريم. انا بس عايز اسال حاجه، هل هو يعني انا النهارده هقول لابنها ممنوع يعني ممنوع الكرياتين والبروتين، ولا ممكن بإشراف طبي نسمح ببعض القليل منه، ولا هو من بابه ممنوع؟ هي الكرياتين والوي دي سبلمنت مسموحه تحت إشراف طبي. تمام. لكن لازم قبل ما اخدها اعمل شويه تشيك اب. لان هي في الاخر اي حاجه باخدها بدخلها جسمي بتلعب في الكيمياء بتاعه الجسم. صحيح، لكن الكابتن مش هيقول لي روح اعمل لي تحاليل ووريهاني. هو الكابتن على طول. دول بيبقى هدفهم يعني نقول هدفهم الربح. رقم اتنين هو هدفه ان الجيم بتاعه يسمع ان الكابتن ده فظيع وبيعمل لك الفورمه، يعني الشباب زي ما هي قالت بيبقى في بريشر يعني بير بريشر وسط الشباب، ان انا اصحابي بيضغطوا عليا، انا عايزه ابقى زي صاحبي ده، انا عايزه ابقى زي صاحبي ده. فطبعا الكرياتين والوي بروتين وحاجات كتير من السبلمنت مسموحه تحت اشراف طبي، وتحت قبل ما اخد لازم ابقى عامله شويه فحوصات. يعني ممكن يا دكتوره بدل ما هي تزعق، بدل ما مدام مريم تزعله تقول له طب تعالى نروح والدكتور يقول عليه. احنا موافقين بالظبط زي ما الاستاذه قالت لها. تروح لاخصائي تغذيه رياضيه، هو هيشوف وزنه وطوله والبادي كومبوزيشن بتاعه واحتياجه، لان هو ممكن يبقى مش محتاج كل ده. التحاليل او الفحوصات اللي يحتاج يعملها، يعني لو هي قالت له طب ما تعالى نطمن نعمل تشيك اب كده عليك الاول وان صحتك حلوه ونسال الدكتور تاخد قد ايه وازاي خليه يشرف على الموضوع ده وانا ما عنديش مانع، يروح يعمل ايه تحاليل؟ بيحتاج هو الاول بيحتاج بادي كومبوزيشن بيعمله، عارفه جهاز الانبادي موجود دلوقتي في الجيمات الكبيره وموجود عند كل اخصائي في العيادات الطبيه. ايوه بالظبط. ده حقيقي يعني ده بيطلع حقيقي يعني اللي بيبقى النسب اكيوريت بس يعني بتقرب لنا للحقيقي، لكن ما فيش حاجه بتطلع اللي نسبة. بيبقى الجهاز اللي بيبقى دلوقتي في حتى في صيدليات كبيره بتبقى جايباه ب 20 جنيه و30 و40 جنيه. هو ده فعلا الصيدليه مش كويس، بتاسف يعني، بس هو بتاع الصيدليه اسوء اجهزه الانبادي. الاجهزه الكويسه هي اللي في الجيمات تقريبا بيبقى فرنج من 100 ل 150 الانبادي. تمام. ده بيطلع لي وزنك وطولك، يعني البادي كومبوزيشن بتاعت عضلاتك قد ايه، دهونك قد ايه، نسبه الميه قد ايه في جسمك. فببدا اقول له انت يعني الماسلز بتاعتك نسبتها كويسه، فليه اديك حاجه تعمل لك ماسلز؟ برجع اقول لك اصل انت عشان تعمل الشيب ده محتاج نقلل نسبه الدهون شويه. ده اللي بنشتغل عليه، يعني اهم حاجه للرياضي البادي كومبوزيشن. ببدا اقول لك خلاص انا شايفاك انت كويس، مفيش داعي تاخد بروتين مثلا. برجع اقول لك لا انت ممكن تاخد وي بروتين، بس تاخده امتى وازاي؟
وتابع ايه معاك، ده لازم ضروري تروح لاخصائي تغذيه وهو هيتعامل. تمام. بالنسبه للتحاليل بنعمل وظائف كبد، وظائف كلى، بنعمل سي بي سي، بنعمل مجموعه تحاليل كتيره جدا. غطى من الكرياتين ده مهم قوي، اعمل وظائف كلى. تمام. طيب ناخد معانا مدام سعاد من القاهره. صباح الفل. صباح الخير عليكم وعلى البرنامج الحلو بتاعكم ده. اهلا اهلا مدام سعاد. انا عاوزه من خلال البرنامج بتاعكم ده توجهوا رساله للمسؤولين يبقى في تفتيش على الاماكن دي، لانها بتدمر الشباب، والشباب بيبصوا لبعضيهم ويغيروا من بعضيهم ويعملوا زي بعض، فيا ريت يبقى في تفتيش وفي عقوبه. الاماكن اللي هي مش ماشيه قانوني واللي فيها يبقى دكاتره متخصصين وكده. تمام. ايه الرقابه محتاجينها على الحاجات اللي بياخدوها الشباب اكتر يعني اعتقد. شكرا يا مدام سعاد، لكن انا عايز اقول جزئيه بس. احنا مش في دعوه ان احنا ما نشجعش الشباب ان هم يروحوا الجيمات، بالعكس ده حاجه جميله جدا ورياضه جميله جدا جدا، واحسن من القعده على القهوه، واحسن ما دماغه تروح ويتعاطى حاجه بتاع. بالعكس طول ما هو عايز يخلي صحته كويسه هيبقى خايف ان هو ياخد اي حاجه تضره، لكن احنا بنتكلم بس على الحاجات الصغيره اللي هي المكملات، اللي هو واحد عايز بسرعه ينفخ العضله دي وينفخ العضله دي فممكن يؤذي نفسه. هي دي اللي محتاجين انها تكون على رقابه. هل ممكن ان يحصل حملات من الصحه بيقفلوا الجيم؟ بس الحاجات دي بتبقى يعني بتتاخد كده في الدره، بيبقى حاطينها في شنط العربيات. الموضوع مش صعب، وخصوصا الجيمات دي منتشره بشكل كبير جدا. هي انا عايزه الرقابه تبقى من البيت، زي المدام اللي كلمتنا ابنها قال لها، لان دي زي المخدرات. انا طبيعي مركزه ان ابني اخذ حاجه، شرب سجاير، مهم قوي لما يروح الجيم زي ما الاستاذه وحضرتك قلت، الاحظ ابني في شهرين بقى بادي بيلدر بقى، وبقى بيج رامي معايا في البيت، وبقى شكل عضلاته، ما فيش شهرين تمرين يعملوا كده. فمهم ان انا ابقى ام واعي. وفي جيمات كتير محترمه على فكره، وكباتن محترمه طبعا جدا، ولا تؤمن بالاشياء دي. لكن فكره الجيم والرياضه صحه. الرياضه بتقي من انحرافات كتير طبعا. الرياضه بتحافظ على صحتي. دايما الرياضي ده شخص مهذب وشخص ناجح وشخص فايتر، فالرياضه دي اصلا بتعلمهم حاجات كتير جدا بدون ما نقعد نقول لهم. فانا اشجع ابني على الجيم، اشجع ابني على الرياضه، اشجع بنتي على ممارسه اي رياضه، ولكن زي اي حاجه في الدنيا تحت اشراف البيت برضه. مش برمي ابني في الجيم وبعدين هو الولد هيخبي البطرمان فين؟ هو البطرمان هيبقى موجود في البيت. ثانيا الحاجات دي غاليه جدا، ابني يعني هم بيبيعوها بمزاجهم، يا يعني واحد بيبيع البطرمان ب1000، واحد ب3، لانها غير مسعره طبعا، وغير وما لهاش رقابه ولا تسعير. كتير منها جاي يعني جاي متهرب يعني زي ما بيقولوا. فابني بقى بيجيب ده، في سبلمنت ممكن توصل والمكملات دي توصل في الشهر ل 3 4000 جنيه، فابني هيجيب الفلوس دي منين؟ فلازم يبقى في رقابه على الولد، او قبل ما يروح الجيم افهمه انت هدفك رايح تتمرن، رايح تلعب رياضه لصحه افضل. وعايزين نقول بس يا دكتوره ان مثلا لو انا ببص البطل زي بيج رامي، بيج رامي ده مش شخص، ده مؤسسه، بمعنى ان معاه الرياضي اللي بيدربه، ومعاه الطبيب اللي بيتابعه ثانيه بثانيه، ومعاه يعني هو مؤسسه في حد ذاتها، فمفيش حد بيمشي بالمشوره بقول لك ايه خد معلقتين من ده وخد معلقتين، هتبقى زيه مش فهلاوه يعني. طب ده في حقن موضوعيه دلوقتي بيقول لك خد الحقن بالهرمون، لكن ده في خطوره ان الحاجات دي تقف مره واحده يا دكتور. يعني انا قادر اوفر ماديا الحاجات اللي انا باخدها دي وبدفع ثمنها، زي ما حضرتك قلتي قد ايه هي غاليه. ده انا بقول للام جيت مره وقفت مره واحده، غير ان عضلاتي تفش كده والاقي المنظر بقى كان حاجه على الفاضي، بالونه وفرقعناها بالزبط. لكن اكيد في اثار جانبيه بتحصل بقى على صحه واحد لما يوقف مره واحده. انا دلوقتي وقفت الانتاج الطبيعي للهرمون في الجسم زي ما قلنا، فلما بوقف الخارجي انا عملت خلل رهيب في الجسم. انت عارفه ان ممكن ده يؤدي مثلا لو انا باخد تستوستيرون، ده هرمون للذكور، للذكور لما بوقفه ممكن يعمل عقم طبعا. لا طبعا الحاجات دي زي ما استاذ اسحاق قال بتحتاج مؤسسه، بتحتاج اشراف طبي شبه اسبوعي صحيح، بتحتاج تشيك اب يعني باستمرار، بتحتاج هل انا محتاج دي ولا لا. طبعا توقفها يؤدي لمشاكل صحيه تدمر الجسم. هي الهرمونات دي كيمياء صحيح. انت عارفه هرمونات زي الانسولين، الانسولين ده هرمون. انا ينفع دلوقتي ما عنديش السكر واخد انسولين؟ لا طبعا هدخل في كوما طبعا. صحيح.
بنشكر حضرتك جدا على كل المعلومات القيمة، ومرة تانية وتالتة احنا بنعيد، احنا معك جدا الرياضة والجيمات ونبني عضلات ونعمل كل حاجة، ده حاجة جميلة جدا ومستحبة جدا، لكن احنا ضد الحقنة اللي بتتاخد في الشيست وبتتاخد في اللي مش عارف ايه عشان الماسلز وعشان ايه، لان دي حاجات تبقى مضرة جدا ولازم تبقى تحت اشراف طبي، وانا متأكد الاطباء يعني هيرفضوها. فبنشكرك جدا دكتورة ميرا عوض الله خبيرة التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين، الف شكر. شكرا ليكم، كتر خيركم، نورتينا دكتور، سعدنا جدا شعاره رياضة لصحة أفضل مش رياضة لتدمير صحتي. شكرا لوجودك معنا وصباح الخير عليكي مرة تانية. شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقة النهاردة، بكرة إن شاء الله 9 الصبح لقاء جديد، ويومكم جميل. صباح الفل.